المستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا. حول مخاطر أكسيد الكربون الذي طبعا يهلك يوميا عشرات من المواطنين، طبعا الإذاعة الجزائرية بادرت بإطلاق حملة تحسيسية توعوية طيلة هذا اليوم عبر مختلف محطاتها الإذاعية، وإذاعة عين تموشن طبعا حاضرة بمختلف الحصص والبلاطوهات التحسيسية لمخاطر لتفادي ربما وكبحته الظاهرة الآفة إن استطعنا أن نقول، التي أصبحت تنخر المجتمع الجزائري. في هذا البلاطو التحسيسي نسعد باستضافة كل من ممثلي عن قطاع الصحة، ممثلي قطاع مديرية التجارة، وكذا توزيع الكهرباء والغاز بولاية عين تموشن عبر ممثليها، كل من السيدة بالقاسم أحلام هي مكلفة بالاتصال على مستوى مؤسسة صنع الغاز، السيد مختاري أمين عون استغلال شبكات الغاز بذات المؤسسة، السيدة بن دهنون سمية هي مفتش رئيس لقمع الغش بمديرة التجارة، مرحبا بك. كما نسعد باستضافة السيدة عن ممثلة مديرية التجارة السيدة سعيداني خير رئيس مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركات الجمعوية، وممثلة عن قطاع الصحة الدكتورة ميمونة حسين ميمونة رئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين تموشن، مرحبا بكم على موجه الإذاعة الجزائرية بعين تموشن. نذكر المستمعين الكرام أن هذا البلاطو مفتوح وعلى المباشر بإمكانكم طرح مختلف ربما الاستفسارات والأسئلة على المجمع الهاتفي 046-79-50 مكرر أو 043-79-40 مكرر. فأهلا ومرحبا بالجميع. نبدأ مع السيدة سعيداني خيرا بصفتكم ربما رئيس مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركات الجمعوية، ربما نتحدث عن أجهزة التدفئة، أجهزة تسخين الماء، كذلك في ربما قرار وزاري ربما لاقتناء هذه الأجهزة. شكرا لك الأخ، نشكرك.